النهارده انا مبسوطه جدا اني شاركت في المنصه او على المنصه علشان الايفنت في نوع من تقليل الفجوه. هي كلمه صعبه شويه بس هي تقليل الفجوه، يعني ان انا ازاي اكون عندي بلاتفورم انتر اكتيف او منصه تفاعليه بتجمع بين الخريجه واللي لسه في الجامعه والبراكتيشنرز او البروفيشنالز، ان احنا نقدر نخليهم يتكلموا مع بعض يستفيدوا من خبرات بعض بلس النتورك. فانا حاسه ان المنصه حاجه مهمه جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نعمل منها اديشنز اكتر واكتر. كان ايه مساهمه حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها في الايفنت النهارده؟ الحقيقه انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا ان احنا اتكلمنا شويه عن الجندر ايكواليتي في المجال، عشان كده انا رسالتي للبنات لو سمحتوا اشتغلوا على نفسكم علشان يتقال ان كواليفايد جيرل او كواليفايد وومن. تاني حاجة برضو اتكلمنا عنها ازاي اجمع بين النوليدج والبراكتيكال سايد، ابتدي ماسترز الاول ولا اشتغل، ايه نوع الكورسز، ازاي السلف ستادي. انا ساعات باحبط او ببقى يعني متضايق او قلقان او ديسموتيفيتد، فاعتقد دي موضوعات كتيرة يعني احنا اتكلمنا فيها، واتمنى ان احنا نتلقى حتى اسئلة وان شاء الله نكون قادرين على الاجابة عليها. وايه اللي حضرتك حابه تشوفيه في ايفنت على المنصه الجاي؟ انا اتمنى ان احنا تاكل او ان احنا نوصل او نوجه الى الموضوعات الجديده والتطلعات زي الارتفيشال انتليجنس مثلا، نتكلم في الانتلكتوال بروبرتي او الملكيه الفكريه، ونجمع بين القائمين او الستيك هولدرز كلهم من دكاتره جامعه لبراكتيشنرز لطلبه لخريجه لناس اشتغلت بايديهم في المجالات. يعني دي دولت المجالين اللي جايين في دماغي، لكن انا اهتم بصفه عامه ان انا يكون عندي اكتر من مجال نتكلم فيه ويكون فيه كل الستيك هولدرز، واتمنى انه لما نكون بنتاكل موضوع له علاقه بالانفستمنت او البيزنس او الكوميرشال، اعتقد ان احنا هنكون محتاجين مثلا رجال اعمال، محتاجين انتربرينورز او كمان شركات ناشئه عشان تتكلم في الموضوع معانا وتشاركنا ايه التشالنجز والاوبورتونيتيز. اعتقد برضو ان احنا مثلا على سبيل المثال لو اتكلمنا مثلا عن الان جي اوز او الريسبونسابيلتيز الاس دي جيز، اعتقد ان احنا الستيك هولدرز بتوعنا بيكونوا كمان بوليسي ميكرز، جوفرنمنتلز، وشباب بيشتغل في السيفل سوسايتي.